FM. الكلمة ليك. هذا الدائم القيادي في حزب حراك الإرادة وعضو في الكتلة الديمقراطية. أهلا وسهلا مرحبا بك. أهلا وسهلا تحية لكم وصباح الخير لكل المستمعين الكرام. أهلا وسهلا. نحكيو على الموضوع اللي قاعدين معناتها نحكيو عليه توا البريود هذا الكل اللي هو اغتيال الشهيد محمد الزويري. دونك نخلي الكلمة لفاطمة الكراي. شكرا. في حزبكم قدمت طلب أيضا إلى جانب أحزاب أخرى طلب لرئاسة المكتب والمكتب المجلس النواب بحكم أني أنت نائب ورئيس كتلة بإقامة جلسة استثنائية من أجل الشهيد محمد الزويري. سؤالي أنا مش علاش عملته ولكن لماذا تأخرتم؟ وكنت نسأل في زميلك أيضا في المجلس عن حركة النهضة، معناتها لاحظنا أن هناك تردد ربما تخوف وبطء في رد فعل الأحزاب إلا متى تحدثت الجهات الفلسطينية وربما جهات إسرائيلية عن أن في الأمر اغتيالا سياسيا لعالم ومكتشف. صباح الخير ساعة التردد ما كانش ثم تردد ولكن كان ثم انتظار لتأكيد المعلومة. احنا ما كان حتى حد يعرف سي محمد الزويري، احنا في حركة السيارة ما نعرفوه الشخص، ولا اعتقد ان ثم شكون في تونس يعرف اللي هو يعرف ارتباطه بالقضية الفلسطينية وارتباطه بحماس وبجناحها العسكري القسام. طبعا وقت اللي صارت العملية ثم برشا امكانيات وبرشا فرضيات كانت مطروحة بما فيها الفرضية التصفيات وفرضيات جريمة الحق العام وغيرها. بدأت المعلومات تجي تدريجيا بشوية بشوية وكنا متابعين متابعة دقيقة الموضوع. وقت اللي جاء التأكيد من الجهات الفلسطينية تأكيد بأن هو ينتمي لحماس، حتى عائلته ما كانوا يعرفوا شيء هذا على فكرة. معنا هما البارح أنا كنت في دارهم وأخوه وزوجته قالوا وأمه قالوا اللي هما ما يعرفوش انتماءه لحماس. فبالتالي وقت جات التأكيد وقتها ولا الأمر مؤكد، جاء نهار جمعة في الليل ووقتها صار التأكيد بأن الخبر صحيح. هو مش انتماء إذا تسمح، هو تعامل ووضع على ذمة الجناح العسكري. حتى حماس رأوا ما كانوش يعرف لأنه حماس ما تعرف شنو اللي صار لها، مشيت شوية تحت جبة معناتها قطر تركيا وهو معناتها كان خرج من سوريا وقتها وبعد عليهم. خلينا في الواحد، هو عالم وضع على ذمة المقاومة الفلسطينية الميدانية بو امبورت. شوف أنا ما اشتركش معك في التوصيف هذا، رأيك معناها يحترم ولكن أنا ما اشتركش معك في التوصيف. حماس هي القسام والقسام هو جزء من حماس، ومش مشكل، مش هذا موضوعنا الرئيسي. موضوعنا الرئيسي هو محمد الزويري اللي هو تونسي ووضع كل خدماته على ذمة المقاومة الفلسطينية. نعم. ومش هو أول واحد من 48 والدم التونسي اختلط بالدم الفلسطيني في مناسبات عديدة. حرب 48 كان ثم عدد كبير من التوانسة شاركوا واستشهدوا غاديك، وثم شكون استوطن وعاش في المشرق العربي لأن مشى باش يجاهد وبقى غادي وغيرها. وكل ليفاق الكل، احنا عندنا قصة حتى مع الطيارات، ميلود نومة الشهيد ميلود نومة اللي كان في الجبهة الشعبية تحرير فلسطين واللي هو عمل أول عملية نوعية باستعمال طائرة شراعية أيضا في 87 وضرب معناها معسكر جولاني معناها وأثخن فيهم قتلا وكان بطل قومي وأطلق الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 87. هذا أيضا كان توسي. وبالتالي ارتباط التوانسة بالمقاومة الفلسطينية بقطع النظر على انتماء وهويته هذه مسألة قديمة برشا. وعمر المقدمة أيضا في جنوب لبنان طبعا وغيرها والجثامين اللي رجعونا في معناها في فترة فترات بعد انتصار المقاومة في لبنان وغيرها، هذه كلها محطات مضيئة في تاريخ بلادنا. وبالتالي محمد الزويري إلى با في الإكسبسيون، والقضية متاعه طبعا هي قضية معناها تعكس اهتمام ولا تعكس أن قضية فلسطين هي قضية محورية عند التوانسة الكل مهما كانت اختلافاتهم، وأن نختلف في كل شيء ونلتقي في هذه القضية. وأكبر دليل على ذلك البيانات اللي جات تباعا الكل، ما صارش ثم تردد، ولكن بعدين وقت اللي صار تأكيد للمعلومة هذه بعدين كل
كل طرف سياسي حسب الـ حسب شو نسموها احنا، كل جهه وعندها اكراهاتها. ثم اللي وخر برشا باش هبط بيان، ثم اللي هبط بيان البارح بركه في الليل صار نقاش داخلي طويل وعريض نتبنوه شهيد ولا لا، وصار وفي النهايه تبنات وكل الاطراف السياسيه تقريبا ما عدا ثلاثة أربع حزاب مازال ما سمعنا لهمش بيانات، ولكن الناس كلها هبطت بيانات والناس كلها تبنات وقت اللي صار الخبر اليقين بانه جزء من المقاومه الفلسطينيه. وهذا راهو مهما كانت الامور، راهو مهما كانت الخلافات نتاعنا، ثم ثابت رئيسي أن نلتف حول القضية الفلسطينية. الأصوات اللي جات ضد القضية الفلسطينية واللي تهجمت على الشهيد واللي شكت في الشهيد هي أصوات نشاز في مجتمعنا، أصوات نشاز وما عندها حتى قيمة في المجتمع بتاعنا، لأنها لا تعكس إلا أقلية قليلة برشا، ولا أقلية هذه ما عندهاش ما عندها حتى عمق شعبي. العمق الشعبي الكل يلتف حول القضية الفلسطينية. هل ستكونون منتصف النهار والنصف اليوم، نصف النهار ونصف أمام المسرح البلدي، أنتم من الأحزاب التي تنادت من أجل هذه الوقفة الاحتجاجية؟ بالتأكيد باش يكونوا موجودين وبكثافة وبرافعين العلم التونسي والعلم الفلسطيني فقط دون راية حزبية. هذا الاتفاق، وهذا الاتفاق بيناتنا الناس كله، هذا مسألة طبيعية. معناها احنا لهنا ما جايين لغرض حزبي طبعا، وإنما جايين لقضية تجمعنا جميعا، ما فيها حتى خلاف الموضوع هذايا، وما ثم حتى مجال للاستثمار الحزبي في هذا الموضوع. أنت نائب في المعارضة، وبالأمس وزير الداخلية قدم شرحا تقريبا تفصيليا الحقيقة ما أمكن للمصالح المختصة والباحثة في ذلك. كيف تنظر إليه أنت كمسؤول في حزب وكنائب في البرلمان؟ هل تعتقد أن ما قدمه وزير الداخلية كان مقنعا، كان قليلا، كان دون المستوى؟ شوف، أنا البارح احنا البارح في الكتلة الديمقراطية بعثنا رسالة إلى رئيس المجلس، طلبنا بجلسة استماع، طلبنا جلسة تأبين للشهيد داخل قبة المجلس، وهو تكريم رسمي من أعلى سلطة في الدولة اللي هي مجلس نواب الشعب لهذا الشهيد، وجلسة استماع مع الحكومة حول معنى حيثيات القضية هذه وحيثيات الاختراق الصهيوني لأمننا ولبلادنا. دونك هذه نقطة الأولى. سيتم هذا؟ احنا جلسة التأمين ستتم؟ طلبنا الشيء هذايا وقدمناه للسيد رئيس المجلس، وحسب ردة الفعل نتاعو البارح قال اللي هو هذه مسألة طبيعية ومعقولة، وإن شاء الله غدوة في مكتب المجلس يتم تقرير الموضوع هذايا في أقرب الأوقات، لأن الوضع الوقت معناها يسرع معناها. سي عماد، نحكيو على الاختراقات. البارح وزير الداخلية قال البارح بوجود اختراقات في الداخلية، ذكرتنا باختراق مبروك الحريزي الأمني لأمن المجلس، وقعد حتى بجنبك معناتها مش مبروك الحريزي وانما عون الامن. هو عون الامن اللي تاع على صفه مبروك الحريزي. المعلومات نتاعك مش اكتواليزي برشا، لان هو دخل الحبس وحكم عليه بسنه سجن، واحنا اللي قدمنا قضيه ضده، واحنا كافحناه في داخل مجلس داخل بليتو المحكمه، كافحناه وطلبنا منه ان مستعدين يسامحوه غير يعطينا الجهه اللي وراها شكون. ما حبش، والقضاء حسم في الموضوع، واللي مازال عنده ما حبش يقول، ما قالش يقول. انا بيدي قلت له نحبك تروح تشوف مرتك وتروح لمرتك وصغارك، ما عندي حتى مصلحه فيك تبقى في الحبس، اعطينا شكون الجهه اللي دفعتك باش تجي وتحدث هذه العمليه. ورفض ان يتكلم، عدى عام حبس. وعملنا مسائله التخمينات نتاعكم هنا، وانا حبش هذا الموضوع على كل لا حال. وعملنا مسائله لوزير الداخليه هلامات، لان شفنا اللي معنا ما تمش فصله من الامن التونسي، وقلنا له كيفاش يتحكم عليه بعام حبس ويتفصلش؟ قال احنا نستناه حكم التعقيب، مازال في التعقيب. مش طبعا، لان لا مش طبعا تعقيب، لا طبعا مش طبعا. واحد يرتكب مخالفه ويتحكم عليه بالحبس يخرج، واذا بعدين التعقيب حكم له ولا الاستئناف حكم له طبعا يرجعوه للخدمه نتاعو، اما يلزم يخرج من الخدمه. هل بالله باش نسكروا القوس هذا؟ هل كانت نيران صديقه حسب حليلكم؟ اكيد انتم مش عارفين. نيران صديقه ما نعتقدش، ما نعرف شكون الصديق ما العدو يطلق علينا النار عدوة. ولكن بالتاكيد انا نحن المستهدفين مش غيرنا، لان التسويه حصلنا نحن، وفي لحظه اللي صارت العمليه مباشره اوركستراسيون كامله، حمله شعواء الهدف نتاعها تشويهنا نحن مش غيرنا، احنا تشوهنا مش غيرنا، وبالتالي العمليه تستهدفنا نحن ولا تستهدف غيرنا، وما عندنا حتى مصلحه في الموضوع، والقضاء حكم والموضوع خليناه ورانا الان. اعطينا نرجع للمساله هذه. انا البارح قدمت مساءله لسيد وزير الداخليه،
فيها مكتوبة سؤال شفاهي وجهته إلى وزير الداخلية مكتوبا طبعا، وأمس تسجل، والسؤال فيه تقريبا أغلب الأسئلة اللي طرحت في الندوة الصحفية. أنا تابعت الندوة الصحفية باهتمام تاع وزير الداخلية، ساعة تجمعني بوزير الداخلية علاقة احترام ومن ما قبل معناها، ونعرف كفاءته ونعرف. البارح بان لي وزير الداخلية على درجة كبيرة من الارتباك، على درجة كبيرة من عدم الثقة في النفس، على درجة كبيرة من التخوف، على درجة كبيرة يبدو أن عليه توصيات كبيرة. رد بالك تقول مساعد، رد بالك تقول مساعد، الراجل يلمح من بعيد ويرجع، يلمح يقرب شوية ويرجع، يقرب شوية ويرجع، خايف، عنده توصيات كبيرة ما تقولش راه المساعد وراه. ويتظاهر ويبدو أن من خلال العملية وهناك من خطط من الخارج وهناك جهات، وانتم ما تنجموا تفهموا شكون واحنا ما نجموش نقولوا شكون، فكان ثم تخوف كبير وارتباك كبير غير مبرر. احنا دولة مسينا في سيادتنا، مسينا في كرامتنا. تفضل السيد. اللي هي المساعد العملية قامت بها، انا فما تأكيدات لا ما نعرفش نسأل لك انا ولا نسأل شكون اللي عنده شك في الموضوع، شكون اللي عنده شك في الموضوع. ما ثم حتى تونسي الان عنده درجة ادنى درجة من الشك في ان المساعد ولكن الشهادة. الدولة غير المواطنين، معناها الدولة عندها وثائق باش تتعامل بها باش تهز المسألة لمجلس الأمن. واليوم نقرأ في إحدى الصحف اليومية أنه سيد وزير الخارجية قال لن نسمح لأي طرف أن يعتدي على تونس، وإذا ثبت فإننا سنقوم بواجبنا حسب ما يقتضيه القانون الدولي. بالله خليني من وزير الخارجية، ما ذاك معناها جاي من عهد قديم جدا ولغته أكثر من الخشبية من غادي وخارج التاريخ تماما. انتم تدعيوا إلى وأنا في لجنة العلاقات الخارجية وصرت لنا أكثر من جلسة استماع لسيد وزير الخارجية، وقلنا له بجاه ربك جينا خلي لغتك الخشبية البرة، وخلي لغتك مش خشبية القطنية أصلا، خليها البرة ويجي أحكي بالوضوح التام. يحكينا علاقاتنا تماما، واحنا الدبلوماسية بتاعنا حاضرة في ليبيا، واحنا لا عندنا لا سفير لا عندنا قنصل، لا عندنا مكتب قنصلي في راس جدير، عندنا عشرات ألاف توانسة طايشين غاديكا، عندنا اعتصام في بين قردان عنده 20 يوم طالبين شكون يتفاوض مع الجهات الليبية. سيد عماد الدايمي، سيد عماد الدايمي أعطيني سؤال. أنا توا سألتك على زوز وزراء، هل تدعو أنت الآن مثل ما دعا السيد رئيس الجمهورية السابق بأن يستقيل وزير الداخلية على الأقل؟ قال على الأقل وزير الداخلية يزمو يمشي. شوف، هي العملية كبيرة برشا، والجرح اللي صابت وانسة كبير برشا، والبارح ما شفناش مسؤول في مستوى الموقع هذاك. أنا بالنسبة لي واحد من الاثنين عنده فرصة للتدارك، واحد من الاثنين، يا إما يخرج التوانسة معناها بالمعطيات اللي عندنا الموجودة عندنا، نحمل المسؤوليات، عندنا علاقات خارجية مع بلدان، احنا تونس المزود الرئيسي لبلدان شمال أوروبا بالمعطيات على الإرهابيين، شمال أوروبا يحتاجون الكل، الأمن الخارجي، الأمن القومي الفرنسي والألماني وجزء من البلدان جنوب الأوروبي الإسباني والإيطالي يعتمد اعتماد كامل على المعلومات اللي تجي من تونس، اعتماد كامل. عندنا مليون تونسي في أوروبا، مليون تونسي فيهم بؤرة متاع شك، وبعض البؤرة متاع شك وبعض البؤرة متاع الإرهاب موجودة صحيح، ومعتمدين اعتماد كامل معطيات من تونس. ولكن قضية محمد الزويري، العالم محمد الزويري تحيلنا على ملف آخر، وخاصة أنك أنت مسؤول في لجنة العلاقات الخارجية. اليوم فما جوازات سفر استعملت في طبعًا هذه طبعًا العملية، على الأقل عندنا حاجة في يدنا طبعا واضح جدا. شنو تطلب أنت من السلطة التونسية؟ ماذا يمكنها أن تفعل؟ السلطة التونسية تنجم تضرب على الطاولة مثلا، راهو مش صحيح أن احنا ضعفاء وما عندنا ما نعمل، راهو أنا صحفية قلت تضرب على الطاولة، أنت باش توريني كيفاش أنا كيف نقول تضرب على الطاولة؟ كيفاش تضرب على الطاولة؟ السلطة التونسية تهدد، لو تهدد برك أنا ما عادش نتعامل معكم أمنيا إلا ما تتعامل معايا أمنيا. أنا مش ممكن نعطيكم معطيات على مواطنين تونس موجودين في أوروبا كما تعطوني معطيات على ناس استعملت الباسبورات بتاعكم وجات نفذت عملية إجرامية عندنا. هذا البلاد متاعنا راهي قتلت مواطن تونسي، راهي انتهكت سيادتنا، راهو مش شوية انتهاك السيادة متاعنا بقطع النظر على الشخص هذي. أنا نوقف الوزير الداخلية كان جات عندنا معناها حقيقة نخوة التوانسة وعزة التوانسة، وكان ما جاتش التوصيات من فوق، رد بالك تتكلم، رد بالك تقول، يقول المعطيات التي بحوزتنا تشير إلى الأجهزة، إلى جهاز الموساد الصهيوني، المعطيات التي بحوزتنا وهي موجودة فعلا. تعملوا معناتها توجهوا الاتهام هذا؟ أؤكد لك أنا نوجهوا الاتهام، وإحنا ربما هذه نقطة نختلف فيها إحنا وفاطمة، وقت اللي شفنا معناها اللي ثم مصلحة لتونس، وقت اللي شفنا اللي ثم مصلحة لي معناها على الأقل لنا إحنا للحفاظ على كرم على مبدأ التوازن ما بين المصالح والمبادئ،
قلنا اللي نوقف العلاقه مع سوريا وهذه نختلف فيها انا وفاطمه مش مشكل، ولكن لا هذيك عاد مش قراركم وحد قرار عماد قرارنا سيد عماد مش قراركم، لا لا قرارنا لا لا عاد هو وزير الخارجيه القطري ولد البارح في البي بي سي واحد فضح كل شيء، قال اللي احنا كنا نقودوا سوز انسامبل واعترف بنفسه وقال الامريكان طلبوا منا واحنا طلبنا من تونس ومن كذا. لا سيده هذه كذا قالها بالله برا شوفوا بالله برا شوفوا ابن حمد ولا شكون هذاك وزير الخارجيه السياده لا كنتوا مجبرين على ذلك. كيفاش مجبرين؟ مجبرين شنو؟ أصدقاء أول دولة يا أخي هذا وزير ورئيس وزراء دولة كبيرة. نعرف حركت فيك لا مش كبيرة. لا باش ما نغلطوش الناس. لا ما غلطش الناس أنا. أنا ما غلطش الناس. ثلاثة أيام التالي في بي بي سي عربي في لقاء خاص السيد هذا بن حمد بن جاسم كان رئيس الوزراء كان رئيس وزراء وزير الخارجية قال بالحرف الواحد وأرجع له الله يخليك كلام في الشأن كذبوا كذبوا على خاطر قال نحن الذين أسسنا لأصدقاء سوريا وكان عملوا كويس وجيد. تعرف أصدقاء سوريا كيف صارت ولا لا؟ جاء وزير الخارجية متاعنا في تونس مشى للاجتماع في الجامعة العربية اللي هو متاع ترويكا اللي هو السيد بوشلاك واتفقوا على باش يعقدوا الواحد وجاء لتونس روح لتونس راهو احنا طلبوا منا تونس باش ننفذوا ولا واعلم الرئيس بهذا الموضوع وكانت وقتها باعتبار انجاجمون من طرف جزء من الحكم التونسي اللي هو وزير خارجيه وكذا فتدارك الرئيس بخطاب تعرفوه الناس الكل خطاب اللي عملوا في اصدقاء سوريا اللي خلى الناس كل متغشه في الموضوع لانه طالب بعدم تسليح المعارضه ورجعوا اقروا الخطاب نعرف وهذا باش نسالك فيه لانه كان موقف احنا موقف سيادي لكل ذي حق حقه ليس هناك تحامل رفض أي نوع من أنواع التسليح وقال اللي هي انطلقت ثورة سلمية يجب أن تتواصل سلمية وتغش وقتها وأنا بعيني كنت حاضر في الجلسة كنت معاه وشفت كيفاش اللي كان ثم حالة ارتباك في الصف الأولى وخاصة هيلاري كلينتون أنتكو نعرف وهيلاري كلينتون تغشت والوزراء الخليجيين وزراء الخليجيين تغشوا لأن كان خطاب عكس اللي حبوا يحطوه ولكن اللي صار عكس ذلك معناتها ضد سالفولونتي في مرتين أما في تسليم البغدادي المحمودي وفي قضية سوريا ما عليناش ولكن أنا أسألك سيد عماد الدين نعم ما هو أنت راهو به برشا جميل تتحدث بهذه الفصاحة عن تونس اليوم والكلنا معناتها احنا كيف ننقدروا باش نصلحوا بلادنا مش باش نهبطوا المعبد على روسنا ولكن الأجمل من هذا أنك أنت تقول لنا أنه في فترة حكم الترويكا كانت وزارة الداخلية معناتها دخلت فيها برشا أملقام وبرشا وقبلكم شوية الحقيقة هل تعتقد أن ما نعيشه الآن من تسيب استخباراتي معناتها احنا مش منعرفوش رأولي في الاستخبارات الدور في البلاد هل تعتقد أن هذا كان نتيجة لحكم غير رشيد في تلك الفترة؟ ممكن 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 وانت قلت بدا قبل الترويكا صحيح ما صار كامل راهي ما ننسوش راهي صارت ثوره 17 ديسمبر 14 جانفي الثوره هذه كانت ضد الدوله مش ضد سلطة وضد شخص ضد الدولة الشعب انتفض ضد الدولة النظام مش ضد الدولة ضد النظام لا لا مش مشكل أما في ذهن الناس النظام والدولة حاجة واحدة البوليس هذاك هو بن علي من غاديك بالنسبة للمواطن العادي اللي انتفض في تالا وفي القصرين وفي كذا واللي تضرب الكرتوش من قبل العون الأمن بالنسبة لي هذاك النظام هو الدولة اللي تضرب فيه ما لا علينا الثورة أثبت معناها أنتجت واقع واضح جدا وتصير في العالم الكل أن الدولة ضعفت مقابل مجتمع انفجرت فيه معناها كل أنواعك الحرية والفوضى والكل وأكبر جسم تعرض للفوضى في المرحلة هذه كان الجسم الأمني تتذكروا الناس كل كيفاش تكونت النقابات بدون حتى تنظيم صحيح صحيح سمحنا باش نخرجوا جوست فاصل ومن بعد ونرجع للنقابات الأمنية رجعنا معكم في كابوتشينو على كاب اف ام ومازلنا مع ضيفنا سي عماد الدائمي كنت تحكي على نقابات الأمن حبيت جوست مدام فاطمة قبل ما نتعداو لنقابات الأمن حبيت نسأل سي عماد شو موقفكم من استقالة سي عبد الرحمن الحاج علي؟ أنا عبرنا عليه الموقف بكل وضوح وأنا شخصيا كتبت في أكثر مناسبة عندي مدة كبيرة في أكثر مناسبة قلت اللي سي عبد الرحمن الحاج علي يتعرض لضغوطات كبرى وقلت في أكثر مناسبة وكشفتها في وقت اللي مازال ما بدتش تخرج للعلن قلت اللي رئاسة الجمهورية طالبة رأس عبد الرحمن الحاج علي نظرا مش لخلاف من أجل مصلحة الأمن الوطني ولكن لخلاف شخصي ما بين عبد الرحمن الحاج علي وما بين ناس نافذين في الدائرة الرئاسية ربما أساسا
حسن ولد رئيس الجمهورية. احنا طبعا ضد هذه العملية اللي حصلت اللي هي واضح جدا تبدو اللي هي عملية تدخل في الشأن الأمني. انا راني كنت مسؤول اول تقريبا على الجهاز الأمن الرئاسي في فترة من فترات كمدير كرئيس إداري للأمن الرئاسي، ونعرف شعمل عبد الرحمن الحاج علي في الأمن الرئاسي، نعرف ولاؤه الكامل السابق لشخص بن علي وللدولة التونسية. وبالتالي بعد المدة اللي فاتت كل تقيته في أكثر مناسبة حكيت معاه، حبيت كمدير الأمن الوطني وحبيت أشوف نظرته لإصلاح الأمن الوطني ونظرته لاستقلالية الأمن على كل معناها التأثيرات السياسية. واضح جدا اللي هو إنسان مؤمن بأن الأمن يلزم يكون بعيد عن التجاذبات، واضح جدا اللي هو عمل خطوات كبيرة باش يبعد التأثيرات القوى مش برك الأحزاب السياسية وإنما اللي سماهم هو المقاولين الفاشلين اللي يحبوا يحط يديهم على 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 الأمن الوطني. واضح اللي هو عمل خطوات كبيرة باش يبعد تأثيرهم على الأمن، واضح جدا اللي هم نجحوا في النهاية باش يبعدوه. دونك بالنسبة لكم أنتم خسارة لتونس، خسارة الأمن التونسي أنه فقدنا أنا بالنسبة لي خسارة الأمن التونسي. بالنسبة لي خسارة الأمن التونسي مش معنا في شخصه من ناحية نظرا للكفاءة متاعه، وخاصة في المسار العام اللي هو كان مسار لإبعاد الأمن على التجاذبات السياسية. راهو بلادنا إذا كان أمننا باش يرجع من جديد التجاذبات السياسية اللي حكيت عليها فاطمة اللي انطلقت بعد الثورة واللي هي تكرست في هذيك الفوضى الهدامة للنقابات الأمنية في مرحلة من المراحل، بدأت تترشد تدريجيا والآن بدأ المشهد يترشد في مستوى النقابات الأمنية، وإن شاء الله يترشد أكثر باش تبقى 3-4 نقابات معروفين اللي هم يدافعوا على المصالح على الحقوق المادية والمعنوية للأمنيين فقط دون أن يتدخلوا في الشأن السياسي. ولكن نعتبره اللي المسار العام اللي كان اللي انطلق منذ مدة هو تحييد الأمن على المسألة السياسية. أنت في رئاسة الجمهورية ولا في المعارضة بالنسبة لي كيف كيف، أنا أتلقى التعليمات من السلطة التنفيذية، تعليمات رسمية مكتوبة من السلطة التنفيذية، ما ندخلش لا في عركتك مع القوى السياسية الأخرى ولا في عركتك مع الشقوق متاعك أنت كحزب حاكم ولا في عركتك مع ما عدو مفترض. أنا نقوم بدوري فقط، إعادة معناها وضع اليد من قبل القوى السياسية ولا خاصة والأخطر من ذلك من قبل لوبيات متنفذة ومعروفة بأسمائها، وإعادة وضع يدها على السلطة الأمنية يعني أن البلاد بتاعنا باش تدخل مرحلة جديدة، مرحلة فوضى لا قدر الله، مرحلة معناها إعادة كيفاش نسموها احنا هذيك العودة من جديد لمناخ بتاع التقارير المضروبة والتقارير المزيفة وغيرها وغيرها من الأمور، والمتابعة الأشخاص في ديارهم ومتابعة الأشخاص دون إطار قانوني، التصنت دون إطار قانوني، وصولا إلى السماح باختراقات أخطر لقوى داخلية وقوى خارجية. هذا التخوف الحقيقي على الجهاز الأمني. هذا بالنسبة للجهاز الأمني. أنا أعود وأسألك دائما مسؤول وكنتم في السلطة أيضا، هل تعتقد أن التفاهمات التي تقع الآن، الحوارات وانتخاب الرئيس ترامب، معناتها إدارة جديدة، فما صياغة جديدة للعالم، علاقات جديدة قاعدين على مستوى إقليمي وكذلك على مستوى دولي معناتها قاعدين يتناقشوا فيها، ما هو رأي الحراك في هذا الأمر وكيف ترى النتيجة اليوم في ليبيا اللي بحذانا وكذلك في سوريا ما بعد حلب؟ شوف ثم تطورات كبيرة برشا صايرة الآن في العالم، وتطورات إنسان إذا ما يتبعهاش وما يشوفش يوميا شنو الأحداث الموجودة فيها ينجم يضيع فتلة من الفتلات ويخليه ما يفهمش المشهد تماما. الآن التغييرات الجوهرية كبيرة موجودة. احنا نؤمن بضرورة التوازن بين مسألتين، بين المبادئ والمصالح. راهي المبادئ متاعنا يجب أن لا يتم مطلقا معناها تصريفها، بمعنى أن والله صحيح الوضع تغير شوية لازمنا نغير مبادئ شوية. أنا نعطيك رأينا الشخصي، نحن مع الثورة السورية، الثورة السلمية السورية ضد العدوان الخارجي، ضد الاحتلال ونسموه الاحتلال الروسي والإيراني، ضد الجماعات الإرهابية الممولة من بعض الدول اللي هي عندها مصلحة استراتيجية في المنطقة غاديكة وتحب تعمل حرب بالوكالة غاديكة. نحن مع ثورة الشعب السوري
المظلوم ونعتبروا أن الثورة هذه ستنتصر. والآن إحنا نعتبر اللي الوضع اللي قاعد صاير الآن وخاصة بعد سقوط حلب سيحول الثورة السورية من ثورة ضد نظام غاشم بمشاركة معناها جماعات إرهابية ونسميها إرهابية إلى حرب تحرر وطني ضد احتلال خارجي. هذه ماشي في الاتجاه هذه. أنا إحنا نعتبره اللي ثم اتجاه التاريخ. تعتقد أن الشعب السوري هذا بشي يقوم به طبعا؟ أنا نعتقد جازما. أراه السوريين عندهم نخوة كبيرة، أراهم دفعوا ثمن غالي، أراهم خرجوا الآن أكثر من 6 مليون للخارج، 13 مليون خرجوا من ديارهم من الشعب السوري. عندهم نظام ديكتاتوري ولكن زاد كيف كيف، عندهم جماعات مش ولكن مش في كل ما يحصل في سوريا الآن عندنا إحنا وديعة اللي اسمها بعض الآلاف بعض المئات من التونسيين الجهاديين الذين حملوا السلاح. هل أنت كمسؤول في مجلس نواب الشعب وكمسؤول سياسي أيضا وحزبكم ما فتئ صوته معناتها يعلى في الحاجات هذه، هل تعتقدون أن رجوع المسلحين رجوع سواء كان مغرر بهم ولا غيره كيف ترى هذا الحل بالنسبة لتونس؟ نحن انطلقنا من العام لنخصص على تونس الآن والذي يهمنا تونس بضح. هل لكم رؤية في هذا المجال عودة المسلحين عودة المقاتلين في سوريا أو الإرهابيين مثل ما تقولون؟ واضح. شوفي فاطمة، شكون اللي طرح الموضوع هذا على الساحة الأيامات اللي فاتوا؟ طرحه السيد رئيس الجمهورية. احنا لم نطرح الموضوع، طرحه رئيس الجمهورية ولزنا الناس كل بسيف أنا نحكو فيه، ما كاش مطروح. السيد رئيس الجمهورية طرحه، ما طرحوش في تونس، طرحه في تصريح صحفي في الخارج في بروكسل، والتصريح الصحفي في بروكسل يؤكد أن الموضوع طرح عليه من قوى خارجية. وشفنا تقارير اللي تونس مدعوة إلى إطلاق برنامج سموه بروغرام دي راديكاليزيشن. مشروع تونس مدعوة إلى القيام ببرنامج وطني لمكافحة الفكر المتطرف هذايا، وفي هذا الإطار تونس مطالبة بأنها تعمل القانون ولا تحط إطار عام باش ترجع التوانسة مثل ما طرح على نظام الترويكا أن تقوم بسوريا وكذلك بأصدقاء سوريا وكذلك ليبيا. هك ولا ما أنت احنا طو ما خرجناش من الدائرة بتاع التأثير الأجنبي. دائرة التأثير الأجنبي موجودة والموضوع طرحه السيد رئيس الجمهورية. مدام الآن موضوع طرح على أرض الواقع، الإشكال هو إشكال حقيقي موجود. نعم، واحد من الاثنين، يخلوا التوانسة هذوما اللي هم عندهم جنسية تونسية للأسف الشديد ما نجم حتى حد ينحيها لهم، يخلوهم غاديك في بؤرة التوتر ويتنقلوا من بؤرة التوتر لبؤرة التوتر، ولا نقولوا هذا موضوع مطروح على الطاولة نجي ونعملوا حوار وطني داخل هنا في تونس، شنية الشروط الأمنية والدستورية والقانونية اللي تتحط الكل نتناقش فيها الكل، وكيف يمكن أن نأمن شر هؤلاء على بلادنا وعلى البلدان في الحوار الوطني؟ ما مدى النفاق السياسي والتهرب السياسي وكذلك النائب النفس من بعض القوى السياسية في هذا الموضوع بالذات؟ هل تتصور أن الحوار سيكون فيه تجانس في الأفكار من أجل مصلحة تونس وإلا كل واحد سوف كيب كل واحد يشوف مصلحته؟ شوف احنا في العادة الكثير من حواراتنا تدخل فيه تجانس السياسي. نعم، ولكن وقت اللي توصل للزنقه بالهارب في العاده نلقاو حل في الاخر. وصلت الزنقه للهارب نحن؟ لا مش في الموضوع هذا، ما نحكيش الموضوع هذا، نحكي لك بصفه عامه في اكثر من مناسبه. الان في الموضوع هذا بالذات يتطلب حسن نية. احنا شفنا اللي تصريح سيد رئيس الجمهورية وقت اللي شاف صد رجع مرتين ثلاثه يقول والله تصريحاتي في العاده تعمل شويه بوليميك، هاني باش نوضح من جديد، راني ما قلتش وراهم لا سبيل اليه وراه قانون الارهاب ولازم نطبق. يا سيدي نطبقوا قانون الارهاب، نطبقوه قانون الإرهاب، لكن قانون الإرهاب كي باش تجي تطبق حتى تطبيق قانون الإرهاب على الحالات هذه تستوجب قراءة، تستوجب تصور عام. أعطينا تصور عام، إذا كان جات عندنا إحنا استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب تم الاتفاق عليها وطنيا عرضت في مجلس هل الاستراتيجية هذه تدخل فيها المحاسبة؟ تدخل من سفر ومن سهل ومن أعطى المناخل؟ طبعا تدخل فيها، ما تدخلش فيها. علاش موضوع كما هكا سي عماد ردوه موضوع سياسي وقت اللي هو ينجم يكون موضوع قضائي؟ يا خويا هذوما فهمتني يتحملوا مسؤوليتهم على القضاء التونسي وطبق عليهم القانون، لكن لابد من رؤية سياسية. أظن أنا شوف القانون في حد ذاته سي معز، القانون في حد ذاته يلزم يكون في إطار استراتيجية وطنية. راه القانون ما يجيبش يكون معناها أداة هكاك عمياء، القانون في إطار استراتيجية وطنية. السيد رئيس الجمهورية المدة صح على استراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب لمكافحة الإرهاب، والله لا شفتها ولا شافها واحد من النواب
الا اللهم ما نعرف شكون. علاش ماكمش اعضاء في مكتب المجلس؟ انا عضو في لجنه الحقوق والحريات وعضو في لجنه الامن والدفاع، ولا عمرنا شفنا استراتيجيه وطنيه لمكافحه الارهاب تتعمل في وزاره. تحب تقول البرلمان في عهد بن علي كان يفرق على الوحد وعلى الاقل يعطيهم التعليمات؟ نعم. اكثر نعم في استراتيجيه وطنيه لمكافحه الارهاب وكانها استراتيجيه سريه صح لها رئيس الجمهوريه دون القيام بندوه وطنيه حول الموضوع هذايا ودون القيام بحوار وطني. سيدي استراتيجيه وطنيه لمكافحه الارهاب تجيب المعارضه تاعها قبل الحكم، قبل المعارضه لازم تصح قبل باش نضمن الوحده الوطنيه حول موضوع يلزم يجمعنا الناس الكل. فماش شكون يقول انا مع الارهاب في تونس، ما ثم حتى حد. يجي نلزمك بورقه مشتركه وبرؤيه مشتركه. الرؤيه مش مركه بالقانون وبالحبس، ها الحبوسات نتاعنا معبيه. تعرف قداش عندنا من قضيه الان في القطب القطب المقاومه الارهاب؟ عندنا 1800 واش قضيه في قطب الارهاب، والقضيه 1800 واش ملف. الملف من بين ما من شخص من شخصين، لأن الملف الإرهابي في شخصين، إلى 100 شخص باش تعرف الأعداد. ثم آلاف التوانسة، ثم تو ربما أكثر من 3000 واحد موقوفين الآن. ثم ناس توقفوا على خاطر طلع على سيت انترنت متاع كيفاش يصنع ما نعرف شنو، وثم ناس توقفوا لأنهم يقودوا جماعات إرهابية ومحطوطين ساعات فرد شومبر. هذاك الولد اللي عمره 18 عام اللي دخل على سيت انترنت عايش الان فرد شومبر مع واحد خبره في الارهاب، حارب في مش عارف وين في افغانستان، وبعدين تعدى العراق، وبعدين تعدى كذا، وفيهم شكون مشى في غوانتنامو. معناه يخرج خبره السيد هذا في عود نعمل له بروجرام نتاع مش غسيل مش يصرف تنظيف. احنا جينا للسجون والمقترح انه تصير سجون اخرى. هل انت مع الراي القائل انه قطر اللي عاونتنا ودوله شقيقه يعطيها الصحه ان هي تعطينا شويه فلوس وتبني سجون خاصه بها؟ في أقل, في أقل في أقل في أقل من دقيقة بالحق. في أقل من دقيقة مانيش مع الرأي هذا. أنا مع رأي أن دولتنا التونسية تأخذ بزمام المبادرة وتتحمل مسؤوليتها وتمشي للكوبيراسيون انترناسيونال سيدي برا للخارج، وامشي للبنود وطلب منها دعم في الموضوع هذا إذا ما عندناش فلوس، وتتلقى العالم الكل يدعمك. عماد الدائمي، هل تخافون من المحاسبة كحزب شارك في السلطة في عهد الانفلات إلى آخره؟ هل تخافون من المحاسبة؟ لا نخشى المحاسبة. لا تخشون المحاسبة؟ احنا حاسبنا رواحنا وعملنا نقد ذاتي، وهذاك علاش خرجنا من المؤتمر وبدلنا الاسم بتاعنا ومشينا حزب جديد وغيرها. ولا نخشى من المحاسبة لأن حاسي معناها ضميرنا مرتاح، قمنا بواجبنا. الأخطاء متاع الإدارة اليومية هذه الناس كل تعمل أخطاء، وإذا كان ثم أخطاء تحتاج المحاسبة فنحن معناها مستعدين نتحمل مسؤوليتنا في كل حاجة صارت في الفترة اللي فاتت. إذا تفطنتم كحزب جديد معناتها بتسمية جديدة، إذا تفطنتم أن مساندتكم للقوى اللي ضد سوريا اليوم واللي معناتها فاك العجة هذيك، إذا تفطنتم أنها تطيح منكم 9 أعشار، هل ستسعون إلى استعادة 9 أعشار من أجل أن تصلوا إلى الانتخابات القادمة؟ إحنا ولو نبقوا بالعشر واحد مبادئنا لن تتغير. نحن مع ثورة الشعب السوري، نحن مع ثورة الشعب السوري السلمية. مش ثورة يا عماد ضد حرفة الثورة، نبقى مع مبادئ الثورة. ثم برشا مواطنين سوريين الآن موجودين يدافعون على الحرية والكرامة كما احنا دفعنا عليها. نضروا بالتخريب سي عماد، احنا في تونس وصلنا باش حققنا. احنا رانا نتسبب تسببنا في اللي صار في سوريا لأن رفعنا شعار الحرية والكرامة، تبعونا شعوب الأخرى. احنا وصلنا بر الأمان وإن شاء الله نوصلوا معناها. ولكن احنا حتى كيف رفعناها رفعها الشعب راهو لا كنتوا انتوما. اسمعني، مو باش التوانسة زاد ما ناكلوهمش بالواحد، لا كنت انتم كأحزاب ولكن كنتوا تتربصون وتتريثوا. اللي خرجوا هم المجتمع المدني والشعب. معناتها باش من خرجنا عندنا 20 عام سيد فاطمه. لا نعرف وناس برشا ناس، مش انا شخصيا نحكي لك على برشا ناس. ولكن السيد منصف المرزوقي لما كان حقوقيا اتذكر انه كان في جدل كبير مع الاسلاميين الذين تحالف معهم فيما بعد. التحالفات تمشي وتجي حسب اللحظه. الاسلاميين الان متحالفين مع حركه نداء تونس، واحنا في المعارضه ضد حركه النهضه وضد نداء تونس، وهم الاثنين متحالفين مع بعضهم ويقودوا في تونس الى الهاويه اذا كان ما يلقاوش ناس تقف ضد هذا الثنائي اليميني اللي مارس في سياسات يمينيه تفقر الشعب التونسي وتفقدنا سيادتنا. هذاك المجلس الاعلى للقضاء اخر كلمه. المجلس الاعلى للقضاء مش على القضاء، ثم تدخلات سياسية كبيرة في الموضوع هذه عرقلت قيام مجلس على القضاء. راهو استحقاق كبير برشا. الناس إذا ما يفقوش على رواحهم ويؤمنوا باستقلالية القضاء كضمانة رئيسية للمرحلة القادمة، راني إذا كان ما تعملناش مجلس على القضاء مش تعمل
من المحكمة الدستورية وبلادنا باش تبقى ناقصة مؤسسات، وهذا يتحمل مسؤوليتها رئاسة الجمهورية بدرجة أولى لأنها دخلت في مسار بتاع تفاوض وغيرها ومحاولة التدخل في الموضوع، وتتحمل مسؤوليتها منظومة الحكم وأساسا حزبين النهضة ونداء تونس. السيد منصف المرزوقي لم يمنع في المطار كلمة لا إذا كان باش نتبعوا لم يمنع أيوة المواقع الهزلية، المواقع الهزلية تنكد كل يوم يلزمنا نعملوا تري على مشكور مشكور جدا سي عماد الدايمي، يعطيك الصحة. كاب اف ام الكلمة ليك.